السلام عليكم بنات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. وانتم كتشوفوا هذا الفيديو، المهم انا جيت اليوم غادي ندير واحد الفيديو، واحد الكاطو اللي بصراحة هو في الاصل ديالو قديم، ولكن ضروري يكون حاضر في النهار ديال العيد. هذا الكاطو هذا، المهم انا عندي هنايا كاس ديال الزيت، يعني نص كاس الزيت ونص كاس الزبدة، يعني مخلطاهم مذوبة الزبدة. عندي هنايا نفس العبار ديال الكاس، عندي هنايا نفس الكاس البنات اللي راني عابره به السكر، يعني هو اللي عبرت به الزيت والزبده. عندي 4 البيضات. صراحه هاد الكاطو هذا كيجي زوين عجيب، انا كيعجبني بزاف. عندي بحكم غادي ندير نواة كوكو، عندي هنايا معلقه ديال الزيت بنواة كوكو، وعندي هنايا جوج ديال فاني وجوج خميره ديال الحلوه، وعندي هنايا زلافه ديال الطحين مغربله، وعلى حسب نشوف على حسب ما يعني كيبقى كل طحين كيفاش نقدر نزيد. المهم غنمشيو على بركه الله، غادي نخلط البيض، غادي ندرب البيض. دابا غادي ندرب هاد البيض، وغادي نزيد عليه الكاس ديال السنيدة عامر، غادي نزيد هاد المعلقة ديال زيت الكوكو، وغادي ندير جوج ديال فاني. على فكره انا الفاني جايبه، انا الخميره ديال الحلوه والفاني جايبه من البلاد، يعني راه ديال البلاد هذا ماشي ديال هنا، ما عرفتش انا، المهم عجبني جبته من البلاد. دابا غادي نخلط حتى يتحيد هاد الحبيبات ديال السكر، ونرجعو نكملو. من بعد البنات ما خلطنا، غادي نزيد الزبده والزيت اللي انا صفيتهم من الماء، ونحاول الا بقى شي حاجه نحيدها. صافي هكا غادي نحبس، وغادي نزيد نكمل بالتخلاط. على فكره هذه الحلوه هذه عزيزه عليا بزاف، اللي كتجي بالكوك صراحه كتعجبني بزاف، فيها مذاق كيجي زوين. دابا البنات لما تخلطنا يعني المجموع ديال ما بين الزيت والزبده، دابا غادي نبدا نضيف الطحين بشويه بشويه، غادي نضيف بشويه بشويه ونحرك بيدي، بيان سو غادي نخدم يدي حيت ضروري نخدمها بيدي باش نعرف القياس ديال الحلوه ديالنا فين غتوصل، ما خصهاش تكون قاصحه بزاف، ما خصهاش تكون جاريه. وغادي نبقى معها حتى نشوف شحال غادي تهز لي ديال الطحين. على فكره الطحين راه كل واحد لفرين، بالنسبه لفرين كل واحد يعني راها كتكون بعض المرات كتشرب، وبعض المرات كتكون ديري جوج زلافه، وتقدري ديري زلافه ونص، وتقدري ديري غير زلافه على حسب الطحين. بالنسبه للطحين والسميده داكشي راه ما كاينش، ما كيكونش عنده واحد القياس يعني قليل، الا كنت فريمون مولفه كتاخذ واحد الماركه دائما وكتعرف القياس ديالها، اما الا كنت كل مره كتاخذ ماركه ديال الطحين راه ما غاديش تعرف القياس. وغادي نبقى هكا حتى نحصل على الحلوه ديالنا اللي هي ما جارياش وما قاصحاش. دابا غادي نضيف الخميره ديال الحلوه، وغادي نجمع كل شيء دقه واحده. المهم ملي كنجمعها البنات كتجينا على هاد بحال هكا، ما تكونش جاريه وما تكونش قاصحه بزاف،
يعني لما نكورها تكورنا وما نحسوش بها كترجع تطلق، يعني كتبقى بحال هكا شاد راسها وما تكونش قاصحه، يعني تكون بحال هكا. هذا هو القياس ديالها. وهنا صافي غادي نبدا نخدم في الحلوه ديالي، نديروهم صغيورين على فكره، غادي ديرو صغيورين حيت راه على بالكم بلي وحده كتلصق في وحده. المهم خليكم تبعوا الفيديو حتى الاخر وشوفوا الحلوه كي غادي تجي. دابا البنات هذه هي اللاطه ديالي، انا فاش غندخلها للفران غادي ندير فيها، يعني احنا غادي نبدا نديرو غير كويرات صغار ونديروهم غير صغيورين بحال هذا الشكل هكا، وغادي نبقاو نحطوهم هكا نديرهم غير صغار، ما غاديش نكثروا بصراحه كتعطي يعني واحد القياس لاباس به، يعني ما كتعطي خير بي. يعني كتجي تبارك الله وافيه واخا كتلصق وحده مع وحده، كتعطي يعني كيجي تبارك الله التفصيل. انا دخل لي الفرن، دخلت لي يعني الطحين كيلو الى الربع، يعني كيلو قل شي حاجه، يعني تقريبا كيلو اللي دخل، ما بغيتش نزيد باش ما تقصحش، باش ما تجيش قاصحه. الا جات قاصحه ما غاديش تجينا فتيه. وقداش ما صغرنا هاد الحلوه، قداش ما صغرنا ولا هاد الكاطو، قداش ما درناه صغير قداش ما كيجي زوين. نديرهم بهذا القياس بحال هكا، وكنبقاو ماشي كنحطو كنبعدوهم شويه باش ما يحيت راه فيها من الخميره، الخميره ديال الحلوه راني دايرها باش ما يتلاصقوش وباش الكاطو ديالنا يجي زوين. غادي نكمل هكا حتى نمشي هكا حتى نكمل البلاطو. بصراحه كتجي زوينه، كتجي بنينه بزاف. انا هذه هي الفقاس، راه بصراحه هادشي اللي كيعجبني في الحلوه كلها. المهم من هاد الفيديو نقول لكم عواشركم مبروكه وتعيدوا بالصحه والراحه ان شاء الله يا ربي، باش تمنيتو وربي حبس علينا هاد الوباء اللي راه بصراحه مازال كيدور. كنا كنقولوا في الايام ديال العيد، يعني بالنسبه في المغرب الناس غادي يخرجوا، سمعت باللي راهم زادوا لهم عاوتاني 20 يوم وحده اخرى. ايوا على كل حال، الا كان الجلاس في الدار راه فيه خير، انسان حسن يجلس باش نهار اللي يخرج مرتاح، غيبقى الواحد غير كيخرج كيجري وفي الاخر يجيبها في راسه. المهم البنات غادي نبقى كنتمشى بهذه الطريقه هكا كما راكم تشوفوا معايا. ها كيجيو هكا قياس واحد تقريبا وزوينين صغيورين، كيعجبني الحلوه تكون صغيوره. ونمشيو هكا حتى نكملوا بلاطو. هيا من بعد البنات لما كملتها يعني كلها كتجي على هذا الشكل هذا هكا. ودابا غادي ندخلها للفران ونتلاقاو من بعد ما طيب. ودابا البنات انتما كتشوفوا معايا كيفاش كيجيو بحال هكا، وكيجيو زوينين وكيتحيدوا بسهوله وكيجيو بحال هكا، ما كنحمرهمش بزاف حيت غادي نديروهم في الكوك. هكا كيجيو يعني، وكيجيو ميم طون مقرملين وميم طون لما كتبدا تاكلهم كتحس بيهم هشاش، ومع لما غادي يدار لهم الكوك والكوفيتير غادي يعطيو مذاق زوين بزاف بزاف بزاف. وغادي نتبعو حتى الاخر ان شاء الله تشوفوا كيفاش غادي يجيو الشكل النهائي. انا وليت معكم البنات، هذه هي الحلوه ديالنا من بعد ما كملتها، جاتني بحال هكا بصراحه كتجي زوينه، ولكن ملي كدار في مع الكوفيتير والكوك بصراحه كتولي فتيه كتولي زوينه. دابا غادي لصقوا وحده مع وحده، غادي يجيو بحال هكا وغادي يجيو زوينين غادي تشوفوا معنا. مهم عندي هنايا هذا هو الحلوه ولا الكاطو اللي درت اليوم، عندي هنا نواه كوكو فاش غادي نمرمدو. وعندي هنايا الكوفيتير اللي غادي نلصق بها، وعندي هنا البنات الكوفيتير اللي غادي ندورو فيها من بعد ندير له الكوك. احنا غادي نبداو على بركه الله. كيما راكم تشوفوا معايا انا غادي نبدا
نلصق وحده بوحده، يعني ندير غير شويه هكا من الداخل كما راكم تشوفوا معي هكا غير شويه، وغادي نجيب اختها وغادي نسد عليها هكا. فوالا هذه الطريقه اللي غادي نبدا نخدمهم. كيجيو زوينين، راهم غير صغيورين، كيبان لكم هكا مهم غير صغيورين وجايين حلوين جايين زوينين. ودابا هكا وغادي نبقى نحط في التفصيل حتى حتى ندير زعما شي حاجه هكا لاباس بها، وغادي نرجع عاوتاني باش يكونوا ديجا لصقوه، وغادي نرجع باش نديرهم في الكوفيتير اللي هي مطلوقه سخنتها شويه في الميكرووند، وغادي من بعد نديرهم في الكوك. المهم غادي نستمر على هذه الطريقه بحال هكا كما راكم تشوفوا معايا، يعني انا كنسد بالكوفيتير هكا المره الاولى. فوالا ما عرفتش واش باين ولا ما باينش. المهم ندير هكا كحسدي اوبس، فوالا هكا. هذا راه هذا القطو هذا راه معروف تبارك الله، ولكن انا عزيز عليا بصراحه داكشي علاش ما بغيتش ننساه وما عمري ما ننساه على حقاش. هذا هو القطو الرئيسي ديالي انا هكا كيجيو على هذه الطريقه بحال هكا زوينين. وغادي نمشي بحال هكا حتى ندير النص ديال هذاك الشيء ونرجع عاوتاني يكون هادو ديجا يلصقوا، وغادي نرجع ندوزهم في الكوفيتير اللي هي خفيفه. خليكم معايا ما تمشيو فين حتى تشوفوا تشوفوا كيفاش غادي يجي في الاخر. ولا البنات من بعد ما كملت الحلوه ديالي كلها كما راكم كتشوفوا بصراحه كتجي زوينه، كتجي كلها هكا مسدوده. فوالا يعني كتولي وحده هو هذا. ودابا غادي ندير له الكوك ونتلاقاو من بعد باش نشوفوه كيفاش غادي يجي ان شاء الله. المهم انا عندي الكوك، ودابا غادي نبدا ندير هنا هكا كما راكم تشوفوا معايا هكا صافي كيجي هكا خفيف ولكن كيجي زوين. صافي ندورو بحال هكا تياخد القياس ديالو وغادي نحطه في الكوك. صافي هكا غادي ندور هكا ونتلاقاو في الشكل النهائي بعد ما نكمل القاطو كله. قاطو ولا حلوة ما عرفتش كل واحد اش كيقول لها. فوالا هكا كيجي ولا البنات. هذا هو الشكل النهائي ديال الحلوة ديالنا اللي بنوات كوكو. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم صراحه كتجي زوينه بزاف بزاف بزاف، ولكن حتى كترطب شويه يعني دابا مازال عاد الى الله كي كملتها. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها بصراحه كتجي زوينه بزاف، كتجي فيها النكهه ديال في لاباط ديالها كتجي النكهه ديال نوات كوكو، وهنا على برا يعني عندها نوات كوكو كتجي زوينه بزاف 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 بزاف. ونقدروا نديروها البنات حتى بهذه الطريقه بحال هكا، يعني نقدروا نديروها بحال هكا نديروها في هاد الكويرطات هادو الصغار هكا كما راكم تشوفوا معايا، يعني كتجي بحال هكا تقدري تحطيها وكتجي زوينه بزاف بزاف بزاف. وكنتمنى هاد الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، ونقول لكم معواشر مبروكه ونشكر حتى الناس اللي كيديروا ديسلايك بصراحه راه كيعاونوني به. نشكركم بزاف 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 اللي كيدخل يشوف القناه ديالي، واللي شاف لي اول مره القناه ديال الملك باري فلوغ. ما تنساو تشاركوا معايا
وتابونوا عندي وديروا معكم ما غتخسروا والو. اي بيان سور على خاطركم ديروا معكم واحد الاعجاب هكا وديروا الجرس باش يبقى يوصلكم الجديد ديالي دائما ان شاء الله. وكنتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتلقى في فيديو اخر ان شاء الله.